عايزه ابدا كده وانا بتكلم مع حضرتك عن مرحله من المراحل. حضرتك بدات وقلت كده كان في جيل الرواد وبعدين جيل العمالقه. العمالقه والرواد وبعدين انتوا كنتوا الشباب. الشباب دول برضه بالنسبه لنا عمالقه عايزه اقول لك. فعايزه احكي لنا كده الناس ارتبطت باماني واغاني وارتبطت باحمد مختار يعني اماني واغاني. السنوات الطويله اللي قدمت فيها برنامج زي ده كان في كل المميزات بتاعه الاقتراب من الناس، التعامل مع الشارع، كمان الفن والحاجة اللطيفة والمعلومات. احكي لي عن كواليس أماني وغاني. أول أماني وغاني كان مدرسة بالنسبة لنا. احنا يعني جايين لسه متخرجين من الجامعة وما نعرفش حاجة، ابتدينا نعرف مصر وتاريخها والأماكن اللي فيها والشباب بيفكروا ازاي وكل حاجة عن طريق هذا البرنامج. احنا كنا بنعمل 6 أيام في الأسبوع على القناة الأولى و5 أيام أو 6 على القناة الفضائية. وأنا كان عندي يعني نصيب الأسد الحمد لله. كنت بقدم كمية برامج كتير جدا. بنشتغل على الأقل 10 ساعات في اليوم على الأقل يعني كل يوم. ده يعني لما نكون مشتغلين من 8 الصبح لواحدة ظهرا. إحنا منقوعين في الشمس كده حاجة لطيفة. بنقابل الناس. وبعد فترة بقوا الناس هم اللي بيقابلونا، هم اللي بيجروا ورانا عشان عايزين يطلعوا في التلفزيون. الحاله كانت جميله للغايه. اولا الناس حسوا ان البرنامج بيعبر عنهم، هو صادق جدا، واحنا كنا صغيرين قد الشباب اللي احنا بنستضيفهم، فما فيش فرق في السن، فده كمان خلق علاقه كويسه رغم ان البرنامج كان بيتساح الساعه 2 الظهر يعني في وقت بيقول عليه ميت. لا كنا، لكن لا ده كان برايم تايم يعني. تحول الى وقت مهم بمجهود الناس، مش مجهودي لوحدي، مجهود المخرجين والمعدين والتلفزيون كله. التلفزيون كان عامل زي خلية النحل. احنا كنا بنشتغل ومش عارفين هنخلص امتى، يعني طول الوقت بنشتغل، طول الوقت بنحضر حلقة بكرة وحلقة بعده وحلقة الأسبوع اللي جاي، الحالة اللي تخلق وبنظبط هنسافر امتى. لأنه انت بتغطي الجمهورية، يروحنا كل الأماكن. أنا مثلا أماكن عمري ما كنت أتخيلني هروحها رحتها. رحت الوادي الجديد بكل الأماكن اللي فيه، رحت سينا، وسط سينا اللي فركه كعب 250 كيلو يعني ما بين كل قريه وقريه او مدينه ومدينه. ابسط حاجه صغيره كده 250 كيلو 350 كيلو. وده يمكن كان السر في ان كل المصريين كانوا بيتابعوا برنامج اسمه اماني وغاني. الحمد لله.